لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي، ويمكن الاهلي يبدا الترتيبات لرحله بوتسوانا من خلال سفاره جنوب افريقيا. زي ما احنا عارفين مفيش تمثيل دبلوماسي لمصر في بوتسوانا، فبالتالي الكابتن سمير عدلي المدير الاداري بالنسبه للنادي الاهلي واللي بيقوم بمجهودات دايما كبيره جدا، الراجل ده بصراحه يعني راجل اسطوره في الناحيه الاداريه بشكل كبير، عنده خبرات كبيره وكمان عنده علاقات كبيره جدا في افريقيا بشكل عام، لان هو زي ما احنا عارفين كان متواجد فترات طويله مع منتخب مصر، وايضا بقاله 3 سنين ونص تقريبا مع النادي الاهلي. فبالتالي من خلال علاقاته القويه لجا لسفاره جنوب افريقيا في بوتسوانا عشان يتم التنسيق معاها بخصوص طبعا ترتيبات السفر بالنسبه للنادي الاهلي والوصول وفندق الاقامه وملاعب التدريب وكل شيء يخص السفر او يخص الفريق هناك ان شاء الله في بوتسوانا، عشان الفريق يستعد بشكل جيد من غير اي عقبات ممكن تواجه النادي الاهلي في هذه الرحله. فبالتالي الكابتن سمير عدلي لجا لسفاره جنوب افريقيا في بوتسوانا، وان شاء الله نتمنى ان هم يقوموا بدور جيد معانا، واكيد العلاقات طيبه جدا ما بين النادي الاهلي وسفاره جنوب افريقيا ان شاء الله في هناك في بوتسوانا، وايضا علاقات الكابتن سمير عدلي مع الناس هناك هي اللي هتساعد بشكل كبير ان شاء الله على اذلال كل العقبات اللي ممكن تواجه النادي الاهلي في هذه الرحله الهامه، اللي ان شاء الله يكون النادي الاهلي في التوقيت ده يكون عنده 4 نقاط، يكسب المباراه الجايه هنا في مصر في برج العرب، المباراه الثانيه ان شاء الله يلاعب تاونشيب هناك في بوتسوانا يكسب كمان، فيبقى عندنا 7 نقاط، يجي لنا كامبالا سيتي في مصر ان شاء الله نكسبهم يبقى 10 نقاط، الامور ان شاء الله مش بعيده، النادي الاهلي قادر ان هو يتخطى هذه العقبه وهذه الازمه في طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. لسه مكملين مع الكابتن سمير عدلي واللي بيقول ان هو بينتظر خطاب رسمي موعد وصول فريق تاونشيب، زي ما احنا عارفين فريق تاونشيب خلاص المفروض يوصل يوم الاحد قبل المباراه 48 ساعه عشان هيكون عنده التدريب الاساسي في الملعب الرئيسي اللي هيستضيف المباراه استاد برج العرب. فبالتالي من خلال المكالمات المبدئيه ما بين كابتن سمير عدلي والمسؤولين عن فريق تاونشيب هم بلغوا ان هم هيجوا قبل المباراه 48 ساعه، لكن لسه مفيش اي خطابات رسميه وصلت من فريق تاونشيب عشان يقولوا فيها هم هيوصلوا امتى بالظبط لمدينة برج العرب عشان يستعدوا للمباراة الهامة والمرتقبة. فكل دي أمور لسه هتحسم خلال ساعات إن شاء الله من خلال المدير الإداري بالنسبة للنادي الأهلي كابتن سمير عدلي وتواصله مع فريق تاونشيب البوتسواني، إن شاء الله يوصلوا بالسلامة ويكونوا موجودين في مصر معززين مكرمين، وإن شاء الله أكيد النادي الأهلي هيعملهم معاملة جيدة جدا عشان تكون المعاملة بالمثل إن شاء الله في بوتسوانا بعد 10 أيام من انتهاء مباراة الأهلي وتاونشيب هنا في الإسكندرية وبالتحديد في مدينة برج العرب. لسه بنكمل اخبار النادي الاهلي، واحنا زي ما احنا عارفين الفريق الاول مليء بالعديد من الامور الهامه، ويمكن خبر مهم جدا وهو باسم علي. باسم علي يعني يمكن من اللاعبين اللي حظهم سيء شويه مع النادي الاهلي، دايما الاصابات عنده يعني بتتكرر، يعني حظه يمكن سيء شويه. باسم علي بيخوض بعض التدريبات التاهيليه في هذه الفتره، لكن خلاص الجهاز الطبي اعلن ان بعد مباراه تاونشيب باسم علي هيندمج في التدريبات الجماعيه. هو ممكن خلال الايام الجايه يندمج في التدريبات الجماعيه، لكن مفيش استعجال او مفيش داعي للاستعجال بالنسبه لتواجد باسم علي في التدريبات الجماعيه بشكل سريع عشان الاصابه ما ترجعلوش مره ثانيه. فالجهاز الفني والجهاز الطبي بالتحديد كمان فضلوا ان باسم علي يدخل الحسابات بالنسبه للجهاز الفني بالتحديد بعد انتهاء مباراه فريق تاونشيب الاولى، ويكون جاهز بنسبة 100% لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. باسم علي أحد اللاعبين المميزين جدا، ولما بيلعب بصراحة وبيبقى في التوب فورم بتاعه بيبقى جيد أو مؤثر مع النادي الأهلي. نتمنى له كل الشفاء إن شاء الله خلال الفترة دي، لأن أكيد الجهاز الفني هيكون محتاجه إن شاء الله الفترة الجاية. ايضا عمرو بركات يعني زي ما احنا عارفين هو خلاص امبارح كان اول مران ليه في النادي الاهلي بعد انتهاء اعارته او بعد فسخ عقده مع فريق الشباب السعودي بالتراضي، فبالتالي رجع خلاص للنادي الاهلي خصوصا ان هو كان معار، فاندمج في التدريبات امبارح مع النادي الاهلي، لكن في برنامج تاهيلي خاص بعمرو بركات من خلاله بيتم تاهيله للمرحله المقبله، والبرنامج التاهيلي ده هيكون تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. ايضا عمرو بركات من اللاعبين اللي حظهم سيء شويه منذ قدومه للنادي الاهلي، ما شاركش يمكن غير في البطوله العربيه اللي اقيمت هنا في مصر ويمكن اداها بشكل جيد جدا، لكن ما كانش ليه حظ التواجد في التشكيله الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي ولا حتى الاحتياطيه كمان في ظل تواجد الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق. اكيد هيكون عنده امال كبيره في التواجد الفتره الجايه في ظل تواجد جهاز فني جديد متكامل،
هو الموضوع في ايده، ان شاء الله يقدر يثبت تواجده ويثبت مهاراته وقدراته الفنيه. هو لاعب جيد جدا عمر بركات بالمناسبه، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله مع النادي الاهلي، ويقدر ان هو يندمج سريعا في صفوف الفريق خلال المرحله المقبله. النهارده قبل المباراه اللي بتقام دلوقتي امام فريق نجوم المستقبل، المباراه الوديه بالنسبه للنادي الاهلي، خاض عدد من اللاعبين بعض التدريبات الخاصه بيهم، تدريبات جماعيه لحوالي 10 لاعبين، من خلالها بيتم تجهيزهم بشكل اكبر من النواحي البدنيه والفنيه والتكتيكيه كمان. اللاعبين هم حسام عاشور وبكماني ووليد سليمان واحمد الشيخ وعمرو السوليه واحمد ياسر ريان واحمد علاء ومحمود الجزار وعلي لطفي ومصطفى شوبير. اللاعبين يمكن شاركوا في تدريبات كانت تحت اشراف مستر باتريس كارتيرون، واكيد ادوا التدريبات بشكل جيد جدا. في من ضمن اللاعبين دول ثلاثه بنسبه كبيره هيكونوا متواجدين في التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه تاون شيب ان شاء الله، وهم حسام عاشور اعتقد يعني وليد سليمان وعمرو سلاي، من خلال الرؤيه اللي شفناها خلال معسكر النادي الاهلي في كرواتيا، وايضا من خلال المباريات الوديه اللي خاضها النادي الاهلي قبل مباراه اليوم، حوالي 4 مباريات وديه سابقه في استعدادات النادي الاهلي للموسم الجديد. فبالتالي كانت تدريبات مهمة بدنية كمان تحت قيادة ليندمان مخطط الأحمال، وبعديها بعض التدريبات الفنية وبعض الجمل الخاصة اللي حرص مستر باتريس كارتيرون على متابعتها وتنفيذها في خلال المران الخاص باللاعبين النهاردة. لسه بنتكلم عن مباراة الأهلي وتاونشيب، وطبعا يعني تواجد الجمهور إن شاء الله في هذه المباراة هيكون شيء مهم جدا. أكيد الجمهور لما يكون متواجد في مباراة مهمة بحجم مباراة الأهلي وتاونشيب، خصوصا في ظل الموقف الصعب بالنسبة للنادي الأهلي في البطولة وفي دوري المجموعات، فبالتالي تواجد الجمهور هيبقى عنصر هام جدا. احنا زي ما احنا عارفين يعني النادي الأهلي كان بيحاول ان هو يزود عدد الجمهور، 10,000 بس اللي هيكونوا متواجدين ان شاء الله في المباراه دي، ان شاء الله 10,000 بالكامل يكونوا متواجدين في استاد برج العرب يوم الثلاثاء القادم عشان يأزروا الفريق بشكل قوي. لكن خلاص الاهلي هيطرح تذاكر مباراه تاونشيب خلال ساعات، وهم عباره عن 10,000 تذكره و10,000 مشجع هيكونوا متواجدين في هذه المباراه اللي هتكون في تمام الساعه 9 مساء يوم الثلاثاء القادم باستاد الجيش المصري ببرج العرب. التذاكر هتطرح اونلاين ان شاء الله خلال ساعات، ويمكن العميد محمد مرجان قال ان خلاص يعني خلال ساعات التذاكر هتكون متاحه بالنسبه للجماهير اونلاين، واكيد اكد كمان ان النادي الاهلي كان بيحاول ان هو يزود عدد الجماهير اللي تحضر هذه المباراه. لكن خلينا نبتديها خطوه خطوه، 10,000 مش وحش، عدد كويس. هو دايما بيبقى العدد لما بيبقى مكتمل بالنسبه للجماهير بيرعب شويه بنسبه كبيره الخصوم اللي ممكن يواجهوا النادي الاهلي، وخصوصا جمهور كبير زي جمهور النادي الاهلي او بحجم جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى زائره مهم جدا في الملعب، وبيقدر من خلاله يدي افضليه للنادي الاهلي بشكل مستمر ان هو يفوز بالمباريات الرسميه المختلفه اللي بيخوضها الفريق. لكن كبدايه مش وحش ان شاء الله تواجد 10,000 مشجع يشجعوا بكل حماس وبكل قوه النادي الاهلي خلال المباراه دي، علشان ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحصد 3 نقاط هتكون مهمه من مباراه تاونشيب في برج العرب. ان شاء الله المباريات اللي بعديها ممكن العدد يزيد من خلال محاولات النادي الاهلي مجلس الاداره والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي في زياده عدد الجماهير اللي تحضر المباريات الافريقيه. وبالمناسبه كمان ان شاء الله بنسبه كبيره موسم جديد في الدوري والبطولات المحليه بشكل عام هيكون متواجد او هيرجع الجماهير طبعا للمدرجات بشكل جديد، وان شاء الله نقدر بقى نشوف المتعه اللي كنا بنتفرج عليها من خلال المباريات واللي كان بيبقى متواجد فيها الجماهير دايما. فبالتالي ده شيء مهم ومميز، ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يآزر الفرقه بمنتهى القوه ان شاء الله يوم الثلاثاء في هذه المباراه الهامه والمصيريه بالنسبه للنادي الاهلي في دوري المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. دعوات كل جمهور النادي الأهلي في هذه المرحلة المهمة للفريق، إن شاء الله يتخطوا هذه العقبة ليوصلوا مشوار أفريقي، ومن ثم تحقيق هذا اللقب من خلال توالي الأدوار. إن شاء الله النادي الأهلي قادر بشكل كبير في ظل تواجد الجهاز الفني إن هو يحقق لقب مهم جدا، واللقب التاسع والنجمة التاسعة إن شاء الله في مشوار النادي الأهلي الأفريقي.